الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعلقنا طبعا ب إيفاليسيون إي كونسوليداسيون، يعني لونيتي دو الوحدة الثانية. طبعا تقويم مدام عندنا الحصة هي ديال ليكتير. فوالا أون فا ليغ لو تيكست دوفوار دو لونفون. Les enfants, واجبات طبعا الاطفال. Les enfants ont des droits spécifiques. عندهم حقوق طبعا خاصه. Elles ont également des devoirs à respecter. وكذلك عندهم واجبات، يعني طبعا ينبغي احترامهم. Parmi ces devoirs, il y a voilà, l'obéissance aux parents ou tuteurs. يعني طاعة الوالدين، نعم. Le respect des autres, احترام الآخرين. Le respect des règles de vie commun, يعني احترام قواعد العيش المشترك. Que ce soit à l'école ou ailleurs, سواء في المدرسة أو طبعا في المنزل. Le travail en classe, العمل داخل القسم. La réalisation des devoirs hors classe, يعني إنجاز واجبات طبعا خارج القسم في المنزلية. La prise en soin de la propriété du corps des vêtements, طبعاً الجسم والملابس, de la chambre, الغرفة, de la maison. La participation à la protection de l'environnement, يعني المشاركة في الوقاية أو حماية البيئة. إذن أنتم مطالبون بقراءة أكثر من مرتين. J'observe et je découvre. Que représente l'image? Voilà l'image. On voit des enfants. Les droits de l'enfant. Voilà. UNICEF. On voit des enfants. Elles réclament leurs droits. Elles réclament leurs droits. السؤال الثاني قالنا كيلي لو تيتر دو تيكس. فوالا دوفوار دو لونفون. لو تيتر دو تيكس اي دوفوار دو لونفون. بالنسبة للسؤال الثالث دابخي لو تيتر اي ليماج. لو تيتر اي ليماج دو كوا ساجي تيل دون سو تيكس. اش كيتعلق هذا طبعا النص؟ اذا ايل ساجي طبعا دي دوفوار دو لونفون، يتعلق ب لي دوفوار دو لونفون، واجبات طبعا الاطفال. نعم، بالنسبة للسؤال الثاني رجعوا لهنا. Je comprends. De quoi parle le texte? طبعا le texte parle طبعا les devoirs de l'enfant. Des devoirs de l'enfant, oui. Combien y a-t-il de devoirs? C'était dans le texte. Voilà, عندنا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. إذن il y a 7 طبعا devoirs. De devoirs, c'était dans le texte. عندنا الإجابة طبعا مكتوبة. Est-ce qu'il y a d'autres devoirs à respecter? Je suis fil ta réponse. Oui, il y a d'autres devoirs. Voilà. بالنسبة للسؤال الأول، بالنسبة للسؤال الأولاني، عندنا لو تيكس بارل دي درو دي طبعا دي دوفوار دو لونفون، سو نيبا دروا دي دوفوار، واجبات. Il y a 7 devoirs, c'était dans le texte. بالنسبة للسؤال الثالث، il y a d'autres droits, devoirs. Oui, le devoir d'aimer ma famille, يعني واجب محبة الأسرة. Le devoir d'aimer ma famille. Le devoir de respecter la loi. احترام طبعا القانون. نرجعوا لهنايا. قالنا quels sont les devoirs de l'enfant envers lui-même. اللي كتعلق به هوايا. طبعا la prise en charge de la propriété et de corps, le gisme diallo, des vêtements, de la chambre. Il a dit que ça l'a dit. Tabran, ça n'a pas l'ijab, non? Rabian, haïa, la prise en soin de la propriété du corps, du vêtement, de la chambre, de la maison. Il a dit que ça l'a dit. Bilhorfa diallo, vêtements de malabis diallo, ou kadalika, tabran, bisha diallo, gisme diallo. هنا قالوا لنا السؤال quel est le devoir de l'enfant envers ses parents، يعني واجبات تجاه الآباء.
السؤال ديال الاتجاه ديال الآباء هو السؤال رقم خمسة. طبعا هو هذا لوبيسونس او بارون، ها هي في النص مكتوبة كاع، بغينا نبداو من النص، ها هي طاعة لوبيسونس طبعا او بارون. بالنسبة انفيغ لو كاين هنا كيل سون لي دوفوار دو لونفون انفيغي لي زوتر، يعني في اتجاه الآخرين. إذا الاتجاه الآخرين هي هذه لو ريسبي دي زوتر، احترام الآخرين، احترام الآخرين. بالنسبة للسؤال سبعة، كيل لو دوفوار دو لونفون انفيغ لون، يعني اتجاه لونفيرونمون اللي هي البيئة، اتجاه البيئة. خصو هنايا لا بارتيسيباسيون ا لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون، المشاركة في وقاية أو حماية البيئة. طبعا قلنا كيل دو هنا قالنا كيلي طبعا لو تيب دو سو تيكست، هذا لو تيكست هذا نو دون ديزانفورماسيون، اذا ان تيكست انفورماتيك باسكيل نو دون ديزانفورماسيون. فوالا سنرى طبعا الاجابه. السؤال طبعا السابع ياك او السؤال الثامن، لو تيب دو سو تيكست اي انفورماتيك، إل نو دون ديزانفورماسيون، كيعطينا مجموعة من المعلومات حول واجبات طبعا الأطفال. هذا طبعا بالنسبة للسؤال الثامن، جو رياجي أو تيكست، يعني أتفاعل مع النص. كومون تروف تو سو تيكست؟ طبعا هذا سو تيكست إي تخي إمبورتون باسكو نو دون، كيعطينا ديزانفورماسيون سور لي دروا لي دوفوار دو لونفون. C'est très important. Un texte très important. Que penses-tu des enfants qui ne respectent pas leurs droits? Ce sont des élèves impolis, ce sont des élèves inconscients, ils devraient être punis. Ça n'aura طبعا ان درنا شي جواب هنايا. بالنسبه للسؤال الاول، الي تري امبورطون باسكيل نو دون دي انفورماسيون سور لي دوفوار دو لونفون. اذا هاد التكست الي تري امبورطون اي تري امبورطون باسكيل نو دون دي انفورماسيون سور لي دوفوار دو لونفون. طبعا نص مهم بزاف، وطبعا ينبغي على الجميع المتعلمين يعرفوا الواجبات ديالهم كما يعرفوا لي دغوا الحقوق ديالهم. كو بونس تي دي زونفون كي نو ريسبكت با لور دوفوار؟ سو سون دي زيليف انكونسيون، يعني غير مبالين. ايل دوفري اتر بوني، خصهم يتعاقبوا. ايل دوفري اتر بوني. طبعا السؤال الاخير، انتي دون دو تيكست بيني بمصدر رابيل ا تي كاماراد لور دوفوار ا ليكول اي ا لا ميزون. فوالا لي دوفوار ا ليكول او لا ميزون. بالنسبه كينا مثلا فلا ميزون لا رياليزيسيون دو دوفوار دور دو كلاس، كينا طبعا في المدرسه لا بارتيسيباسيون ا لا بروتيكسيون دو لافيرونمون البيئه ديال المدرسه. كاين بالنسبه للاباء لوبيسونس او بارون او تيتور، اذا لوبيسونس يعني هو طاعه الوالدين. لو ريسبي دي زوتر هذا كيتعلق ثاني حتى في المدرسه وغير المدرسه، لو ريسبي دي زوتر لي لو ريسبي دي ريغل دو في كومان كو سو سوا ا ليكول او دايور او ايور، يعني احترام طبعا قواعد العيش المشترك، هذه تاهي مهمه طبعا. أتمنى أن تكون قد استفدتم.